أشاد الأب رفعت بدر مدير الرمز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأردني أشاد بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين ممثلة في مركز الملك حمد للتعايش السلمي لتأهيل أجيال قادرة على نشر ثقافة الحوار والتعايش ولتصبح مملكة البحرين محطة عالمية للسلام والتفاهم والحوار بين الأديان. صراحة نحن فخورون في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمملكة البحرين عندما أنشئ مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والثقافات، وكان هذا لبنة جديدة اعتبرناها على بناء العالم الإنساني المتضامن والمتحد والذي يتخذ من الحوار نهجا وحياة. هذا المركز العزيز، مركز الملك حمد العزيز الذي نطلب له الاستمرارية إن شاء الله، هو لبنة جديدة وهو مدماك جديد في البناء الإنساني المعتدل والذي ينظر إلى الدين لا سبباً للخلاف ولكن سبب للتقارب والتقريب والتلاقي الوجداني والإنساني والثقافي والفكري والروحي أيضاً بين أتباع الأديان التي تشترك معاً في عبادة الله الواحد وفي خدمة الإنسان المتألم. هذا المركز أسهم في أن يشعر كل إنسان يأتي إلى البحرين للعمل أو الدراسة أو أي شأن إنساني آخر أن يشعر بأن له مكان ومكانة مقدرين على الأرض البحرينية. صراحة مركز مثل هذه المراكز هو رسالة للبحرين، ولكنه هو رسالة عالمية تصل أصداؤها إلى كل بلدان العالم. لا ننظر إلى الاختلاف بأنه خلاف، بل تكامل ودعوة إلى التضامن الإنساني. قداسة البابا فرانسيس يعني لغاية اليوم زار 7 دول عربية، ولكن في زيارته للبحرين هو يزور دولة لأول مرة، يعني لأول مرة الحبر الأعظم يأتي من الفاتيكان إلى مملكة البحرين. هذه وأنا متابع لكل زيارات البابوات ونوعا ما دارس وخبير في العلاقات العربية الفاتيكانية، عندما يزور الحبر الأعظم أي دولة يكون فعلا متأكد 100% بأنها تحترم الحرية الدينية وحرية إقامة الشعائر الدينية. هذا الزيارة بحد ذاتها يعني دعوة كريمة من جلالة الملك حمد، والجواب عليها هي أيضا تقدير من الفاتيكان الذي يشكل 1.4 مليار من البشر في العالم ككنيسة كاثوليكية يرأسها قداسة البابا، هي علامة تقدير لهذا الوضع الراهن والجميل والمشجع في العالم. لو لم تكن دولة البحرين تحترم كل مكوناتها الدينية والإثنية كنت متأكدا بأن البابا لن يقبل هذه الدعوة، لكن قبول الدعوة دلالة على التكريم والتقدير للوضع الجميل والإنساني المشجع في دولة البحرين. ثانيا، هو مناسبة للقاء مع مختلف الأطياف الدينية في ملتقى البحرين الذي يقيم مؤتمرا دوليا يحضره المئات من كبار المفكرين وكبار قادة الأديان والكنائس في العالم حول السلم في العالم كعلامة أو التعايش السلمي بين شعوب العالم. هذا سيشكل رسالة عالمية.